وكان اخو بس ياسر هذه المنطقه. هاي المنطقه راهي تعاني سيد الرئيس، وراهي تقدم الكراهيه. لا يقال على العائلات يعودوا يديروا المسيرات يطالبوا معيشتهم، لا يقال على ابناء منطقه لهم 15 شهر واقفين قدام المندوبيات مش معهم حد يحل المشاكل. السيد الرئيس انا نطالب بصفتي عضو في الجهه بعقد دور استثنائي على قطاع الصيد المحلي باش نشوف مشاكل الصيد المحلي في الناس. انا ما عندي اي مانع. انت سيد المستشار هو محمد البقر، ما عمرك كتبت لي رساله تطلب فيها عنا نديروا دوره استثنائيه على الصيد البحري. كنت درتها لي كتابيا على المكتب، اي ناقشها مع المكتب ونتوافقوا عليها، وما نحن مع المفاتيحين. الرئيس انا طيب بصفتي عضو المجلس مقدم لك طلب شفويا امام المجلس وامام الناس باش نديروا دوره استثنائيه لمناقشه القطاع كما قلت اللي نشوف فيه تفاصيل القطاع كامل. خلينا نكمل وقت التعطيل تاعي خمس دقائق، خلينا نكمل وقت. ميدان احنا خبالي فيه وميدان الصيد البحري، اللي عاد خارج ميدان احنا عارفين المشاكل كامله، وميدان الصيد البحري وميداننا احنا اولاد هذا الميدان. الموارد المعيشيه احنا تحملنا مسؤوليتنا فيها ومشينا، وسيد الوالي كذلك السلطات الترابيه تحملوا المسؤوليه، وهذا قلت لك نهار سابق على دور الخطوه ودرناها والاجراءات راهي ماشيه. وين هو السيد الرئيس؟ علاش وزاره الصيد البحري السيد الرئيس ما تجاوب؟ علاش وزارة الصيد البحري ما تمشي معاكم في الخطط اللي دور؟ لا انتم كمنتخبين ولا كسلطات. السيد الرئيس هاي مشكلة كبيرة. الله يجزيك بخير، ما توقفني خليني نكمل. غير دقيقة، الله يجزيك. لا غير الشاب السيد الرئيس. معلوماتك ما بيننا احنا ما بين فاعلين سياسيين والسلطات الترابية والوزارة الوصية وزارة الداخلية. ونتمنى بان يوجدوا لنا حل اللي هو معقول واللي يقبل معين الاعتبار، يخلط ما بين احترام القانون في نفس الوقت التجاوب مع متطلبات ابناء المدينه وما تستحقه المدينه. احنا نعيشوا مشاكل اليوم تعيشها المواطن الساكن خارج عن هذه التجهيزات وخارج اليوم الدافنه انتم تعرفوا عنها من قوه وعندها مشاكل. الدافنه التي تعتمد على قطاع الصيد البحري رغم عن كاين بعض القطاعات الاخرى اللي ما نقدر نعرف يكون لها دور ديالهم في الفلاحه والسياحه، ولكن القطاع الرئيسي هو الصيد البحري. ثم تعرفوا عن شهر 40 لحد الساعه موقف قطاع الصيد البحري. تعرفوا المشاكل اللي نتجت الانتحارات، الناس تمر بالمديان ما تخلص الكرب، المواطنين يحتجوا، الناس تدير المسيرات، هذا الشيء خاص مع عجوز السيد الرئيس. انا كنت نتفضل تعودوا هاي الدوره دايرينها القطاع الصيد البحري لانه في مشكل، وانتم تراعوا المشاكل وعانيت وجيتوها، وبالاخص هذا الشيء الاعتصامات اللي موجوده معدله قدام مدينه الصيد نهار 10 و 5 وفيها مجموعه من الساكنه اللي كطالب بالقوارب المعيشيه، وانتم تفضلتوا جيتوهم ودرتوا مبادره وحنا حاسين به، ولكن الجواب وين هو السيد الرئيس؟ علاش وزاره الصيد البحري السيد الرئيس ما تجاوب؟ علاش وزاره الصيد البحري ما تمشي معاكم في الخطط اللي دور؟ لا انتم كمنتخبين ولا كسلطات. السيد الرئيس هاي مشكلة كبيرة. الله يجزيك بخير، ما توقفني خليك خليك كمل. غير دقيقة، الله يجزيك. لا غير الشاب السيد الرئيس. يطالبوا معيشتهم، لا يقال على ابناء منطقه لهم 15 شهر واقفين قدام المندوبيات مش معهم حد يحل المشاكل. السيد الرئيس انا نطالب
بصفتي عضو في الجهه عقد دور استثنائي على قطاع الصيد المحلي باش نشوف مشاكل الصيد المحلي في الناس وعلاش ما تنحل مشاكل الصيد المحلي. الصيد المحلي قطاع ما هو قطاعات اخرى. الصيد المحلي ما هو قران منزل بالمعدل. احنا اللي اصبحنا كنعانوا في الجهه وصبحت عند المضطرين كاملين لا انت ولا انا ولا هم كانوا ولا ساكنين. لهذا اللي علمنا بان نتحملوا مسؤوليتنا خاصه نعرفوا مين نتحملوا مسؤوليتنا. رانا من زمان باش نلوكوا الحل. راه فرض علينا الحل الحد راهي الوضع الشرعي. وتحملوا مسؤوليتكم في هذا السيد الرئيس. ما يتعلق بطلب محمد بوكرة بان نديروا الصيد البحري، اولا هذه خارج عن نقطه جدول الاعمال، ولكن احنا كيف ما قلنا المره الفايته وكان دخلنا مستشارهم محترم في المجلس ودارنا المشكل ديال هذه القوارب المعيشيه، احنا تحملنا مسؤوليتنا فيها ومشينا، والسيد الوالي كذلك والسلطات الترابيه تحملوا المسؤوليه، وهذا قلت ذاك النهار سابق على بداو الخطوه ودرناها والاجراءات راهي ماشيه. المعلومات ما بيننا احنا ما بين الفاعلين السياسيين والسلطات الترابيه والوزاره الوصيه وزاره الداخليه، ونتمناو بان يوجدوا لنا حل اللي هو معقول واللي يقبل معين الاعتبار، يخلط ما بين احترام القانون في نفس الوقت التجاوب مع متطلبات ابناء المدينه وما تستحقه المدينه. ولكن كذلك لابد من نذكر مساله مهمه وعلى انه المخزون يعاني، مخزون السمك راهو يعاني داخل، ما خصناش نعودوا ملي عمي عن هذه القضيه. مخزون السمك في الداخل راهو يعاني، وبالتالي يجب ان الحلول اللي تنقبل كامله تعود حلول شامله هذه المنظومه كامله باش تضمن استدامتها اولا، وتضمن كذلك بانه المدينه تستفيد منها اكبر قدر ممكن وابنائها وكذا، ولكن كذلك تضمن بانه هذه المخططات اللي مديره واللي مبنيه على دراسات كذلك تضمن بان هذا تعود هناك استدامه باش ما يتكرر لنا هون ذاك اللي وقع في اسفي، ذاك اللي وقع في بلدات اخرى. احنا خاصنا نعود مسؤولين، ما خاصناش نمشوا للعواطف ونخلوا من اللي روح المسؤوليه. بالتالي انا ما عندي اي مانع. انت سيد المستشار اللي هو محمد البكر ما عمرك كتبت لي رساله تطلب فيها عنا نديروا دوره استثنائيه على الصيد البحري. كنت درتها لي كتابيا على المكتب، ناقشها مع المكتب ونتوافقوا عليها، وما نحن مع المفتحين. الى عاد خارج الميدان احنا خبالي فيه وميدان الصيد البحري. الى عاد خارج الميدان احنا عارفين المشاكل كامله، وميدان الصيد البحري وميداننا. احنا اولاد هذا الميدان هو. بالتالي انا سجلت الطلب ديالك الان في تدخلك، ولكن نفضل قبيل تكتب لي ان دوموند على انك انت باغي ننظموا مجلس الجهوي ينظم لنا دوره استثنائيه على الصيد البحري، ولين كاتبوا قطاع الصيد البحري يحضر معاك، وكاتبوا المندوبيه وكاتبوا سيد الوالي وكاتبوا ذاك كامل. اوكي؟ تفضل. رئيس المجلس وعندك الصلاحيات وكيما قلت الحمد لله ما راك جاهل القطاع ولا راك براني عليه ولا راك جاهل الدين. انا عارف ان احنا كاملين مع الحفاظ على المخزون ونطالب بالحفاظ على المخزون، لان المخزون الاخير المن هاي الساكنه، راهي الساكنه هي اللي عندها الاولويه فيه. ثانيا السيد الرئيس القطاع منظم في 2005 وندار له برنامج ودازت عليه 18 عام. حنا بين هذا البرنامج اللي في ذاك الوقت عالج المشاكل واللي نثمنوا نتائجه ونجح ونقولوا عنه الحمد لله، انقذ المستثمرين وانقذ القطاع في ذاك الوقت، ولكن راهي تخطى 18 سنه. خلينا نكمل الوقت اللي تعطيته 5 دقائق، خلينا نكمل الوقت. شوف خلينا نناقشوا الموضوع، خليني انا الدوره الاستثنائيه. لا لا الدوره الاستثنائيه مهم. خليني نركب السيد الرئيس. انا دريك بصفتي عضو المجلس مقدم لك طلب شفويا امام المجلس وامام الناس باش نديروا دوره استثنائيه لمناقشه القطاع كما قلت اللي نشوف فيه تفاصيل القطاع كامل، واللي خاصنا
نتحملوا فيه المسؤوليه كامله ونعودوا عندنا رؤية واضحه فيه في المستقبل. اذا كان هذا المخطط اللي ندار وداره القطاع مرحله وسهله عطونا نتائج وفي الاخير والله كلمه كما ذاك البرنامج نديروا برنامج جديد وندخلوا فيه المشاكل اللي مطروحه اليوم. صارت مشاكل كبيره تعاني منها الساكنه كامله وتعاني منها الجهه، وهذا هو الطلب اللي نطالب به نداروا. شكرا على هذا الشباب لا خال حد منا مثلا وعملنا كامل جماعيا. اذا مروا التصويت موافقون يعني شوي مروا التصويت موافقون خلي خلي